نعم، لا زالت هناك مواجهات شاملة في العاصمة اليمنية صنعاء على ما يبدو، ربما على خلفية خطاب الرئيس صالح التي تفضلت بالتطرق إليه، والذي حمل فيه المؤسسة العسكرية مسؤولية الدفاع عن الوحدة والديمقراطية والأمن والاستقرار. حتى الآن تقول المصادر أن العشرات قتلوا في هذه المواجهات، بينهم سكان ومدنيين، بالقصف العشوائي المتبادل بين القوات الموالية وتلك المنشقة عن الجيش، في حين لا زالت مئات الأسر عالقة في مناطق المواجهات بحي الحصبة وصوفان والنهضة الشمالية العاصمة، وكذلك الزبيري والزراعة إلى الجنوب منها. الفرقة الأولى مدرعة قالت أيضا أن عشرات من الصواريخ الكاتيوشا طالت مقرها المتاخم لساحة التغيير، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من جنود الفرقة الأولى والمحتجين في ساحة التغيير. القذائف أيضا لم تترك مقر التلفزيون اليمني وبنك التسليف الحكومي، كما سقط في هذه المواجهات شقيق الشيخ صغير بن عزيز بهجوم على منزل الأخير الذي يقود مسلحي الموالين للرئيس صالح ضد القبائل الموالية للثورة بزعامة الشيخ صادق الأحمر زعيم قبيلة حاشدة. وأيضا تحت هذه المواجهات هناك تظاهرات حاشدة في محافظة عدة للمطالبة برفع الغطاء الدولي عن الرئيس صالح. يعني هذا الوضع المضطرب ميدانيا هل يمكن أن يؤثر على المفاوضات الجارية اليوم في مجلس الأمن الدولي بشأن تنحي صالح برأيك؟ نعم، لا شك أن هذه المواجهات تهدد فرص الحل السياسي في البلاد على أساس المبادرة الخليجية التي يبدأ حولها هذا اليوم مداولة أممية في مجلس الأمن الدولي، قد تفضي إلى إصدار قرار يلزم الرئيس صالح بتوقيع المبادرة الخليجية دون شروط، وهو القرار مشروع القرار الذي أشار إليه الرئيس صالح في الأمس في خطابه وأبدأ تخوفه منه. الرئيس صالح استبق هذه المداولة على ما يبدو لتصفية حساباته مع حالفه السابق علي محسن الأحمر، ومع ذلك فإن جهود التسوية لازالت قائمة بحسب المراقبين في حال تدخل الوسيط السعودي بشكل مباشر.